أول خطوة للإنسان على هذه الأرض كانت بالعلم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لاحظوا الملائكة عليهم السلام، هؤلاء الأطهار، هذا الجنس اللطيف الذي لا يعصي يناقش، لأن النقاش والحوار والسؤال نصف العلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن السؤال نصف العلم. ترى الجواب يتمم العلم، كيف تحصل على العلم؟ بالسؤال. فالملائكة تسأل تجعل فيها يا رب تجعل فيها، كيف بنى الملائكة هذا النقاش على ما بنوه؟ كيف عرفوا أن الإنسان سيفسد وسيسفك؟ ترى آدم عليه السلام أول شخص، أول آدمي. قال العلماء هناك احتمالان، الاحتمال الأول أنه كان هناك خلق قبل آدم، مخلوق آخر غير البشر، وهذا المخلوق كان هذا شأنه القتل وسفك الدماء. وهناك احتمال آخر وهو أن الملائكة عرفوا وعلموا من الطبيعة المركبة في هذا المخلوق الجديد، لأنه سيخلق من طين، ومادة الطين مادة جاذبة ليست مادة رافعة، مادة تجذب الإنسان إلى الأسفل، فعرفوا من هذه التركيبة الجديدة أن الإنسان سيعود إلى أصله، سينزع إلى الأصل الذي منه خلق. وهذا الأصل الذي منه خلق الإنسان أو سيخلق منه الإنسان من طبيعته الدنو وليس من طبيعته السمو والارتقاء. يعني لاحظوا هم عندما كانوا يناقشون، عندما كانوا يحاورون ربهم سبحانه وتعالى، ما كانوا يطرحونه على أنه احتمال، كأنهم بنوا كلامهم على حقيقة واقعة. أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني خلاص سيحدث الفساد، لم يقولوا مثلا أن هذا المخلوق ربما يفسد، لا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يا رب لما تخلق هذا المخلوق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مثار تعجب لدى الملائكة، ونحن نقدس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا كان الجواب؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذا الخلق مبني على العلم والمعرفة، إني أعلم الشيء الذي لا تعلمونه. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها، بدأت خطوة التعليم مباشرة بعد الخلق، خلق آدم وعلمه الله الأسماء كلها. قال العلماء علمه أسماء الأشياء، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، علمه المعارف. ثم عرضهم على الملائكة، عرض ماذا؟ عرض المسميات، عرض الأشياء. فسأل الملائكة إيش اسم هذا؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لاحظوا هذه الآية تتكلم عن ويش؟ العلم، كل العلم 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 العلم. ربنا عز وجل خلق هذا الخلق، وهو سبحانه الذي ركب فيه هذه الطبيعة، وخلقه من مادة أرضية ترابية صلصالية حمائية، من طين، من حمأ مسنون، وعلم سبحانه أنه سيعصي وسيسفك وسيقتل وسيفعل. وفعلا كانت أول معصية ما هي؟ أول معصية سفك الدماء بين قابيل وهابيل،
بعد الحسد طبعا، لكن أول معصية عملية، أول فعل من أفعال العصيان القتل، سفك الدماء. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الخلق مميزا بالعلم، مع أنه سيسفك، لكن العلم يرفعه، العلم يرفع هذا المخلوق. وربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول للملائكة وللناس ولقراء القرآن وللمخلوقات إن هذا المخلوق على الرغم من سفكه الدماء وفعله في نفسه هذه المنكرات، لكن ميزة العلم تفوق كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة هنا مع أنهم جنس يسبح ولا يعصي، وهو جنس مفضل على كثير من المخلوقات، لكن العجب هنا أيها الإخوة أن الملائكة تعترف بأنها لا تعلم، بخلاف ادعاءات كثير من الناس. يعني هنا الإنسان إذا لم يتحصل على المعرفة فعليه الاعتراف، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا الاعتراف احترام التخصص، احترام المعرفة، ما يفعله كثير من الناس الآن من ادعاء المعرفة في كل شيء، من الخطأ الفادح، من الفحش في عقل المرء أن يكون بطلاً في جميع ميادين المعرفة. الآن كثير من الناس تجد الواحد منهم عالماً فقيهاً وسياسياً محنكاً واقتصادياً بارعاً وعالم نفس وعالم اجتماع، وتجده في نفس الوقت طبيبا ومهندسا ويفتي في كل شيء. يعني ملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والإنسان هذا المخلوق الصغير عارف في كل شيء. تجد الآن تويتر مملوء، يعلق الكل على كل شيء وعلى كل أحد، بينما الملائكة لا. احترم العلم، قف عند حدود المعرفة، قف عند حدود المعرفة. كيف ربنا سبحانه وتعالى يعيب على بني إسرائيل ويقول لهم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حتى لو كان نقاش بني إسرائيل وحجاجهم وجدالهم في الباطل، لكن على الأقل هذا تخصصهم، فيحترم هذا التخصص ويحترم المتخصص. أحيانا قد يخطئ الطبيب وقد يخطئ المختص، لكن يحترم لأجل اختصاصه، وقد يخطئ عالم الشريعة ولكنه لا يهان، يحترم لأجل تخصصه، يقال أخطأ. يخطئ حتى عالم الشريعة يخطئ، لا يوجد إنسان معصوم، لكن أن يخطئ الإنسان فيما يعرفه خير من أن يخطئ فيما لا يعرفه. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يا أخي إذا كنت لا تعرف أسكت، يسعك السكوت، الوقوف عما لا تعرف، الالتزام بحدود العلم والمعرفة، هذا ضروري في حياة الناس. تخصصات، عالم الشريعة يتكلم في علم الشريعة، كما لا يصح لعالم الشريعة أن يتكلم في علم الطب والهندسة والعلوم الأخرى كذلك، لا يقتحم ميادين الشريعة من لا يعرفها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنت وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شوف الآيات كلها تتكلم عن العلم، نحن ربما لا ننتبه
كنا عندما نقرأ هذه الآية نستحضر خلق آدم وخلق الإنسان، لكن هذه الآيات في الحقيقة أقوى ما تثبته ضرورة العلم، وأن الإنسان لا يرتقي إلا بالعلم والمعرفة، لا يرتقي الإنسان إلا بالعلم والمعرفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. لاحظوا ربنا عز وجل هنا يقول للملائكة ويقول لآدم ويقول للجن ويقول للجميع: مهما بلغتم من المعارف والعلوم، لكن علم غيب السماوات والأرض لا يليق إلا برب العزة سبحانه وتعالى، فهو العليم.